مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في خبر جديد جرى يوم أمس الجمعة بغانا، انتخاب المغرب عضوا في المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لولاية مدتها 6 سنوات في شخص نادي عنوز نائبة رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك خلال الدورة العادية 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. وفازت نادي عنوز مرشحة المغرب بالمقعد المخصص لمنطقة شمال إفريقيا في هذا المجلس بأغلبية واسعة بلغت 35 صوتا بعد منافسة مع ممثل الجزائر. ويعكس هذا الانتخاب الخبرة النموذجية للكفاءات المغربية في مكافحة الفساد على المستويين الوطني والقاري. وانطلقت بأكرا يوم الخميس الماضي أشغال الدورة العادية 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. ويمثل المملكة المغربية في هذه الدورة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. ويضم الوفد المغربي على الخصوص السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقالة، وسفيرة المغرب بغانا إيمان وعديلة، ومدير المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج حسن بوكيلي. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.